ترجل فارس من فرسان الميدان الأعظم ميدان التاريخ حين أعلن عن وفاة المؤرخ والتوثيقي الكبير الأستاذ عبد الرحمن الرويشد مساء الأمس الاثنين. الرويشد الذي كان تلميذا نجيبا لذاكرة الوطن وأستاذ علم لجيل ضخم من الباحثين والمؤرخين في وطننا الكبير، ذهب بعد أن أثرى مكتبة المملكة بعدد ضخم ومتنوع من الدراسات والبحوث والكتب والأطروحات المختلفة حول الرياض والمملكة بشكل عام. ولد الرويشد قبل أكثر من 80 عاما وعاش في معقل صناع القرار وبناة الدولة في الرياض، معاصرا أغلب مراحل الدولة وقياداتها، فرصد ما عايشه وقرأ ما فاته حتى صار موسوعة تتمشى على الأرض. تناول الرويشد بصورة دقيقة تراث المنطقة متسلحا بدراسته الشرعية واللغة العربية والشعر العربي بشقيه النبطي والفصيح، الأمر الذي جعله متمكنا في الغوص في التاريخين البعيد والقريب للمملكة وتراثها وتطورها. نشر الرويشد مقالات تاريخية معمقة عن شخصيات أسهمت في تأسيس الدولة لم يسبق لسيرها أن وثقت، وأضاف عليها شخصيات أخرى مثل الرجال الستين الذين دخلوا الرياض مطلع القرن الميلادي الماضي مع الملك عبد العزيز، وأصدر كتبا مهمة مثل المصمك الذي يوثق تاريخ الحصن، وكتابا عن تطور العلم السعودي وشكله عبر العهود الثلاثة للدولة، وكتابا عن الجداول الأسرية للعائلة السعودية المالكة، وغيرها الكثير والكثير. رحل الفارس النبيل الذي كتب بقلمه ملاحما خالدة ستبقى ما بقي التاريخ، فإلى جنة الخلد إن شاء الله. من رخاء وأمن وسلام وما نسعد به ويسعد به أبناؤنا من جامعات ومن مؤسسات تدل على ما وصلنا إليه من رقي، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى.